بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحلقة بإذن الله سنتطرق إلى الوحدة الأولى في ميدان المادة وتحولاتها للسنة الرابعة من التعليم المتوسط، والمتمثلة في الشاردة والمحلول الشاردي، ولكن سنتطرق إلى الجزء الأول من هذه الوحدة، بحيث سنتعرف على أنواع المحاليل المائية. إذن لدينا نص الوضعية الجزئية المقترحة، يقول: النقل الكهربائي في المحاليل المائية. الوسائل المستعملة: نحتاج إلى ملح طعام، سكر، ماء مقطر، أوعية زجاجية، ملعقة للتحريك، مولد كهربائي 6 فولت مثلا، مصريان من الجرافيت أو الفحم، ونحتاج إلى مصباح كهربائي وأمبيرمتر وأسلاك توصيل وكماشتي تمساح وقاطعة. إذن يقول: جرب ولاحظ. نركب دارة كهربائية وفق الوثيقة المبينة، وثيقة واحد، باستعمال وعاء فيه ماء مقطر، ثم وعاء به محلول ملحي، وبعدها وعاء بمحلول سكري. ننجز 3 تراكيب كما ورد، أو 3 تجارب، بوضع المصريين في كل وعاء مع غسلهما بالماء المقطر ومسحهما بمنديل ورقي قبل كل تجربة. يقول: ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة في كل تجربة؟ أغرز الآن المصريين في الملح وبعدها في السكر مع غسلهما ومسحهما بمنديل ورقي في كل مرة. ماذا تلاحظ بعد غلق القاطعة في كلتا الحالتين؟ ثم فسر، لخص الملاحظات التي سجلتها من هذه التجارب في جدول مع تقديم تفسير لذلك. ثم تعطي لنا ما هي الصيغة الكيميائية لكل من ملح الطعام والسكر والماء المقطر والمحلول المائي الملحي. وفي الأخير تستنتج كيف تميز بين المحاليل المدروسة من حيث النقل الكهربائي، ثم من ناحية المجهرية على مستوى بنية المادة. إذن أعددنا هذه التجربة لنتابع. إذن مثل ما طلب منا، أحضرنا جهاز أمبيرمتر ومصباح أسلاك توصيل. بطبيعة الحال هنا استغنينا عن القاطعة، يعني رأينا أنها غير ضرورية، اللهم إلا من أجل الغلق والفتح. وأحضرنا مسحوقين، مسحوق السكر صيغته الكيميائية، إذا كان هذا السكر، إذا افترضنا أن هذا السكر هو الجلوكوز، فتكون صيغته الكيميائية هي C6H12O6، موجود في حالة صلبة كما هو مبين في الوثيق في التركيب أمامنا. إذا C6H12O6. وأحضرنا ماء منزوع المعادن، يعني ماء مقطر، ماء خالي من الأملاح المعدنية. وأحضرنا كذلك، نعم، إذا سنحضر محلول سكري بهذه المواد. إذا أحضرنا وعاء بلاستيكيا شفافا كما تلاحظون، ووضعنا فيه كمية من الماء المقطر. لاحظ أننا سنضيف كمية أخرى، نعم. إذا وضعنا كمية من الماء المقطر في الإناء الأول، ثم نغمر فيه مصريي الدارة الكهربائية، المصريين اللذين هما من الفحم، نعم، المصرى الأول والمصرى الثاني. إذن نغمر بإحكام المصريين في المحلول أو في الماء المقطر، معذرة، ونلاحظ ماذا يحدث في الدارة الكهربائية. لا المصباح يتوهج ولا جهاز الأمبيرمتر ينحرف مؤشره. بمعنى المقصود من هذه التجربة، نلاحظ هل هذا المحلول يمرر التيار الكهربائي أم لا، يعني هل هو ناقل أم غير ناقل. إذن هنا التجربة واضحة، لا نلاحظ لا انحراف المؤشر ولا توهج المصباح، إذن فهذا الماء لا ينقل التيار الكهربائي. إذن هنا إذا أردنا أن نبين، هذا تمثيل للتجربة، دارة كهربائية، مصريان من الفحم وماء مقطر، النتيجة لا يحدث أي شيء. لاحظ أننا نضيف السكر الآن إلى المحلول، إذن أضفنا السكر إلى المحلول ونحرك حتى ينحل ويذوب السكر. لاحظ
السكر موجود في الإناء، نقوم بتحريكه لنسرع العملية فقط أو نتركه ليذوب على حاله. المهم نحن نريد أن نسرع لنستغل التجربة في أقصر وقت ممكن، إذا نقوم بالتحريك لينحل السكر بأقصى سرعة ممكنة. بعد ذلك نكرر نفس العملية، أي نغمر المصريين، مصريي الدارة الكهربائية الساقين الفحميين، نغمرهما في المحلول ونلاحظ ماذا ينتج. إذن هنا كذلك لاحظ أننا نغمر نتأكد، هنا كذلك نلاحظ أن الأمبيرمتر لا يقرأ والمصباح لا يتوهج. إذن لاحظ سنغمر، نعم ها هو الغمر أمامنا، ها هو المصباح لا يتوهج، وها هو الأمبيرمتر لا ينحرف مؤشره، معناه أن هذا المحلول السكري، المحلول المائي السكري كذلك لا يمرر أو لا ينقل التيار الكهربائي. إذن هذه هي التجربة مرة أخرى، دارة كهربائية عند غلق القاطعة، المصريان مغموران في المحلول، المحلول السكري نلاحظ أنه لا يحدث أي شيء، أي أن المحلول السكري لا ينقل التيار الكهربائي. إذن هذا بالنسبة للتجربة الأولى. ثم لاحظ أننا غمرنا ساقي أو المصريين في السكر وهو في الحالة الصلبة، كذلك هنا لا نلاحظ لا انحراف المؤشر ولا توهج المصباح. نمر إلى التجربة الثانية، هذا ملح في حالة صلبة، ملح الطعام الذي صيغته الكيميائية هي NaCl، إذن بين قوسين S موجود في حالة صلبة ومعنا دائما الماء المقطر. سنكرر نفس التجربة السابقة مع استعمال الملح. إذن أحضرنا وعاء ثانيا وضعنا فيه كمية من الماء المقطر، نضيف كمية أخرى، نعم إذن هنا ماء مقطر في الإناء. إذن قلنا الماء المقطر لاحظنا أنه لا ينقل تيار كهربائي، إذن سنضيف كمية من الملح إليه ونقوم بالتحريك. إذن سنضيف كمية من ملح الطعام إلى الماء المقطر ونقوم بالتحريك حتى ينحل الملح. إذن بعدما ينحل الملح كذلك يذوب الملح في الماء، سنغمر المصريين في الوعاء كما هو مبين في هذه التجربة. إذن لدينا الدارة الكهربائية، مولد للتيار المستمر، بطارية، جهاز الأمبيرمتر، المصباح والمحلول. لاحظ سنغمر المصريان، نلاحظ هنا نلاحظ أن المصباح يتوهج، إذن نغير موضع السلك بالنسبة للجهاز لأن الشدة ضعيفة نوعا ما، نأخذ معيارا أصغر كما تلاحظ، سنثبت أو نضع السلك في المعيار الأوسط، معيار 500 ميلي أمبير، لأن الشدة قلنا ضعيفة وبالتالي الانحراف صغير، إذن حتى نرى الانحراف بشكل جيد. إذن نعيد من جديد، نغمر المصريان، نغمر المصرى الأول في وعاء الذي يحتوي على المحلول، ونغمر المصرى الثاني. إذن نلاحظ المصباح يتوهج والمؤشر مؤشر الجهاز ينحرف. لاحظ أن شدة الإضاءة تتعلق بمقدار المساحة المغمورة، هذا ذكرناه في دروس العوامل المؤثرة في التفاعل. إذن لاحظ الانحراف، انحراف مؤشر أين هو؟ إذن المؤشر يقف عند هذه العلامة. الذي يهمنا هو ليس القياس، قياس شدة التيار أو العامل المؤثر، وإنما نريد فقط أن نرى هل هذا المحلول ناقل التيار الكهربائي أم لا. إذن نلاحظ بأن هذا المحلول بما أنه توهج المصباح وانحرف المؤشر فهذا دليل على أن المحلول المستعمل هو ناقل
إذن قلنا ماذا نلاحظ في الحالة الثانية، يعني في حالة استعمال المحلول الملحي، لاحظنا أنه يتهوج المصباح وينحرف مؤشر الأمبير متر. إذن نلخص النتائج في الجدول. إذن قلنا الماء المقطر في الدارة الكهربائية لا يحدث أي شيء، إذن ففسرنا ذلك بأن الماء لا ينقل التيار الكهربائي. نفس الشيء بالنسبة للمحلول السكري، لا يحدث أي شيء، وفسرنا ذلك بأن المحلول السكري كذلك لا ينقل التيار الكهربائي، في حين أن المحلول الملحي لاحظنا توهج المصباح وانحراف مؤشر الجهاز، وبالتالي خلصنا إلى أن المحلول الملحي ينقل التيار الكهربائي أو ناقل للكهرباء. نمر إلى السؤال الذي بعده. إذن قال ما هي الصيغ، يعني بعدما لخصنا الملاحظات التي سجلناها في جدول مع تقديم التفسير، فما هي الصيغ الكيميائية لكل من ملح الطعام والسكر والماء المقطر والمحلول المائي الملحي؟ إذن لدينا هذا هو الجدول، فيه المادة وصيغاتها الكيميائية. ملح الطعام في الحالة الصلبة صيغاته الكيميائية NaCl بين قوسين نكتب S يعني صوليد. محلول ملحي يعني عندما أضفنا الملح الطعام إلى الماء المقطر تحصلنا على محلول ملحي، تصير صيغاته الكيميائية NaCl أك محلول. بالنسبة للماء صيغته الكيميائية H2O. بالنسبة للسكر إذا كان سكر الجلوكوز فصيغته الكيميائية في الحالة الصلبة C6H12O6، وعندما ينحل في الماء كذلك تصبح صيغته C6H12O6، يعني يبقى بنفس البنية، فقط يتحول من الحالة الصلبة إلى الحالة الذائبة أو المنحلة في الماء. الآن ما الذي نستنتجه من هذه التجربة؟ نستنتج بأن المحاليل المائية تنقسم إلى قسمين، محاليل ناقلة للكهرباء ومحاليل غير ناقلة للكهرباء. فما هي المحاليل الناقلة للكهرباء من خلال التجربة، وما هي المحاليل غير الناقلة؟ إذن فرأينا أن المحاليل الناقلة للكهرباء هي محاليل شاردية، محاليل تسمى محاليل شاردية، أي تتكون المحاليل الشاردية من شقين أو نوعين من الشوارد، وهذا ما سندرسه في الجزء الثاني بحول الله، شوارد موجبة وشوارد سالبة. أما المحاليل غير الناقلة للكهرباء فهي محاليل جزيئية، أي مكونة من جزيئات. إذن فخلاص الكلام، يمكن تصنيف المحاليل المائية إلى صنفين، محاليل ناقلة للكهرباء وهي المحاليل الشاردية، محاليل غير ناقلة للكهرباء وهي المحاليل الجزيئية. بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الجزء. في الأخير أسأل الله العلي القادر أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، وإلى الملتقى بإذن الله في الحلقة الثانية لنتعرف على الشاردة، مفهوم الشاردة وتفسير نقل المحلول الشاردي للتيار الكهربائي. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.